تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، والتي نتطرق فيها لمصادقة الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، ويصادق على إنشاء محكمة درجة أولى تدعى المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وزير الداخلية محمد أحمد المحمد الأمين قال إنه تم تنظيم إحصاء للمهاجرين المستقرين في البلد لتسوية وضعيتهم القانونية مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130,000 مهاجر في العاصمة لوحدها، ليضيف أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، حيث تم في الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة إبعاد 10,753 مهاجرا، أي بزيادة 14% عن السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9,000 أجنبي. ومعنا لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع الأستاذ والمحامي جعفر لبية. أهلا بكم أستاذ جعفر. شكرا جزيلا، مرحبا. بداية، ما السياق الذي جاء فيه هذا التعديل، وهل له علاقة بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية الأخيرة لموريتانيا؟ شكرا جزيلا. بادئ ذي بدء، لا بد أن نفهم ونتصور السياق العام لهذا النوع من النصوص. فكما يعلم الجميع، ظاهرة الهجرة ظاهرة أصبحت عالمية وأصبحت تؤرق الكثير من بلدان العالم وقادته. المهاجر له ثلاث مراحل: منطقة المنشأ، ومنطقة العبور، ومنطقة الاستقرار. وهذه الصفات الثلاث سبحان الله متوفرة في خصوصية موريتانيا، فهي بلد منشأ للمواطنين الذين يريدون الهجرة إلى الخارج، هي بلد عبور لبعض المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى مناطق وراء موريتانيا، وهي بلد وجهة لبعض هؤلاء المهاجرين لكي يستقروا فيها، خصوصا في ظل الشائعات والأرقام التي تقول بأن موريتانيا مقبلة على طفرة اقتصادية مع بداية استغلال الغاز. في هذا الإطار طبعا ظاهرة الهجرة، الأمم المتحدة لاحظت الموضوع واهتمت به، ووقعت اتفاقيات في هذا المجال بين الدول الأعضاء، وهذه الدول الأعضاء تبنت نصوص داخلية للتعاطي مع هذه الظاهرة، وهنا يتنزل النص الجديد الذي سنتحدث عنه إذا أمكن الوقت بالتفصيل. فعادة ما تكون النصوص وليدة لحاجة معينة محلية تشعر بها السلطات أنها يمكن أن تنظمها، وتحتاج إلى إعادة قراءة النصوص وترتيبها وتنظيمها في إطار ما يعرف بتحيين النصوص. هذا النص الخصوصية التي أتى بها في هذا المجال هو أنه باهتمامه بظاهرة الهجرة أنه ربطها بظاهرتين خطيرتين أيضا تاريخيا وواقعيا، وهما ظاهرة الاستعباد وظاهرة الاتجار بالبشر. كونه النص جمع هؤلاء المسائل الثلاثة في نص واحد وأنشأ محكمة خاصة لهذا الغرض، على صلاحياتها على عموم التراب الوطني محكمة واحدة من درجة ابتدائية، طبعا هذا يعني أن القائمين على المشرع الموريتاني يشعر بأن الظاهرة أصبحت تحتاج إلى ديناميكية وإلى تعاطي جديد وإلى نصوص ترفع من مستوى الاهتمام بها وخطورة معاقبة ممارساتها ليضمها ويشملها إلى هذه الفئة المعروفة بالتجار بالبشر ومحاربة الاستعباد. موجودة في موريتانيا، ما زالت هناك مخلفات وماذا؟ ما هي وضعيتها الآن في موريتانيا حسب العبودية والاتجار بالبشر؟ هذا ليس محل نقاش. النقاش الآن يدور حول الهجرة. إذا كان هنالك ما يمكن أن يقال في محاربة العبودية، فهنا المحاكم المختصة الثلاثة كانت موجودة لديها الإحصائيات والوقائع، ولديها بعض الحالات والوقائع التي أصدرت فيها أحكام، ولديها وقائع ما زالت يحقق فيها الآن، وبالتالي المعلومات متوفرة لدى المحاكم من يتابع نتائج القضايا التي رفعت أمامها. جيد، إذن السياق الذي جاء فيه هذا التعديل وعلاقته بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية. في البداية قلنا أن الأمم المتحدة شعرت بهذه قضية ظاهرة الهجرة و عقدت مؤتمر لهذا الغرض، والتزم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالتعاطي مع هذا الموضوع. ومن أهم الدول المعنية أساساً بهذا الموضوع هو الاتحاد الأوروبي والمملكة الإسبانية بالخصوص، لأن الاتحاد الأوروبي أصلاً في حدود 30 أو 40 سنة الماضية كان هو الوجهة الأولى لجميع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين السريين، والكثير يعرف كم للأسف كان ضحايا منهم في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري وجزر وأوروبا. وبالتالي هذه الدول بصفتها هي المعنية الحقيقية، وكونها أساساً هي الوجهة الحقيقية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، فعلاً مهتمون أكثر من غيرهم ولديهم تقدم في هذا المجال، في مجال النصوص ومجال التعاطي مع الدول، خصوصا هنالك الوكالة الأوروبية، وكالة الحدود الأوروبية، والإسبان مهتمون خصوصا أنهم البوابة الحقيقية والكبيرة لهؤلاء المهاجرين الذين يعبرون من جنوب الصحراء، وخصوصا أن في الآونة الأخيرة ما أصبح هنالك مهاجرون ليسوا من المنطقة، من الآسيويين يأتون عبر هذه البوابة. وبالتالي المملكة الإسبانية أكيد مهتمة بهذا المجال نيابة عن نفسها أولا، ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بصفتها بوابة له، وفي هذا الإطار تتنزل الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الحكومة الموريتانية والحكومة الإسبانية في هذا المجال. إذن ما طبيعة تشكيلة المحكمة وأهميتها كيف تنعقد؟ المحكمة مبدئيا هي محكمة ابتدائية درجة أولى، ولديها دائرة اختصاصها هي عموم التراب الوطني على غرار محكمة الفساد الموجودة كمحكمة واحدة. هذه المحكمة لديها تشكيلتان، تشكيلة فردية يمر فيها رئيس المحكمة لوحده في أمور الجناح أساسا حسب النص الجديد، وتشكيلة جماعية تتألف من قاضي، من رئيس المحكمة ومستشارين اثنين لهما صوتان استشاريان في ما يعرف بالتشكيلات الجماعية. هذه التشكيلة تنظر في القضايا الجنائية والتي تفوق عادة كما هو معلوم عقوبتها 5 سنوات. لدى هذه المحكمة أيضا تشكيلة أخرى خاصة بالقصر، لأنها بالإضافة إلى أعضاء المحكمة المتمثلين في الرئيس والمستشارين الذين هم الثلاثة من سلك القضاء يخضعون للنظام الأساسي للقضاء في إطار التعيين وإطار التحويل، بينما هنالك ما يعرف بالمحلفين الموجودين في محاكم الولايات، هذان المحلفان ينضمان إلى تشكيلة المحكمة في حال كانت هنالك الوقائع تتعلق بقاصر أو بقصر. هذه التشكيلة الثالثة. بالتالي لديها تشكيلتان، تشكيلة فردية، تشكيلة ثلاثية، تشكيلة خماسية، لكن المستشاران اللذان يكملان العدد 5 ليس من سلك القضاء، وإنما معروف آلية اختيارهم المعروفة في محاكم الولايات كمحلفين. جيد. إذن ما مضمون هذا القانون ولماذا تم تعديله؟ ما الذي تم تعديله بالضبط؟ قلت أن التعديلات عادة نتيجة لحاجة معينة، لواقع معين، لظرف معين. هذا الظرف القائمين على الشأن والمشرعين عندما يلاحظون أن هنالك مادة ما تحتاج أن تعدل أو تلغى، عندئذ يتدخل الجهاز المعني ويأتي التعديل أو الإلغاء. وفي الآونة الأخيرة ونظرا لخطورة الظاهرة وكثرة ما دار حولها من مشاكل، خصوصا بعد ما أشيع قبل سنة أن هنالك اتفاق لتوطين أو لاستقبال بعض المهاجرين، أكيد لا بد من ترسانة قوية قانونية مناسبة للظرف ومنطلقة من الواقع. وفي هذا الإطار تنزل القانون على الرغم من مواده مواد محدودة جدا، وأعتقد أنها حدود تقريبا 12 مادة فقط لا تتجاوز عددها 3 صفحات. وبالتالي شكل من تركيز أو اختصار الأمور وتوضيحها بحيث أنها تصبح هذا هو ما يتعلق بهذه المجالات 3: محاربة الاستعباد، محاربة التجارة بالبشر، محاربة الهجرة السرية. فعلا الهجرة السرية كظاهرة قد تكون كما قلنا يعني هجرة باتجاه البلد، وقد تكون هجرة للخروج من البلد، وهذان لهما كل مصنفان في إطار الهجرة السرية. هناك الهجرة القانونية وليست معنية بها القانون، وهي الهجرة الطبيعية التي تأتي عبر الوسائل المعروفة من خلال الدخول العلني عبر الوسائل القانونية المتاحة، أو الخروج العلني عبر الوسائل والمعابر القانونية المتاحة. بخصوص التعديل برأيكم هل كان متأخرا أم أنه جاء في وقته المناسب؟ قلت أن التعديل هو أساسا الظاهرة اهتمت بها الأمم المتحدة تقريبا حدود 2016. أساسا هو التي أصبحت يعني مجال يومي. الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة عين مبعوثين خاصين لهذه القضية واهتمت بها الأمم المتحدة، والتزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال قرار شهير معروف بالتعاطي، إن لم نقل محاربة الهجرة السرية، التعاطي مع هذه الظاهرة. وفي الآونة الأخيرة تغيرت المصطلحات التي كانت تطلق على الهجرة السرية وأصبحت تسمى الهجرة
غير القانوني اعتقد ان مصطلح بهذا القبيل هجره غير قانونيه او او شيء من هذا القبيل. غير الشرعيه. نعم لا ليست غير الشرعيه، سحبوا كلمه غير الشرعيه واصبحت الهجره التعديل ايضا هناك مصطلح بهذا من هذا القبيل اصبح متاح، وبالتالي اصبحت هي مجال اهتمام الدول تختلف حسب زخم او ارتفاع موجه الحركه من سلبا او ايجابا، وبالتالي كل دول هنالك دول مثلا لم تصلها الان الهجره وبالتالي ما زالت متاخره في التعاطي معها من الناحيه القانونيه والواقعيه والامنيه، وهنالك دول اصبحت حقيقه بحكم الواقع بحكم انها معبر ووجه في نفس الوقت وفي بعض الاحيان مصدر، هذه الدول معنيه اكثر من غيرها بتنظيم هذا الموضوع ومحاوله اصباغ جميع التصرفات المتعلقه به باصباغ بنصوص قانونية واضحة وصريحة انطلاقا من القاعدة القانونية والمبدأ الشهير الذي يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي ما دامت البلاد في هذه الظرفية معرضة لأن تكون منشأ وعبورا ووجهة فيجب أن تكون هنالك النصوص الواضحة الصريحة التي يمكن أن تتعاطى مع هذه القضية من أجل تنظيمها والوقوف أمام ما يخالف القانون منها ومعاقبة كل من له علاقة بها في هذا الاتجاه أو في ذلك. إذن كان مناسبا وقت التعديل تقييم سياسي ذلك التقييم السياسي لكل واحد له برأيكم كان مناسبا إن كنت تقول برأيي السياسي أن كل تعديل أو إلغاء لنص معين يجب أن يكون انطلاقا من حاجة معينة واضحة تقتضي أن يتعاطى معها بما يناسبها من النصوص إن إلغاء أو تعديلا أو إنشاء نصوص جديدة، وبالتالي مبدئيا حسب هذه الظاهرة المتاحة التي أصبحت عابرة للحدود وأصبحت هي مجال يعني تعاطي العالم كله هاجس. يجب أن تكون هنالك نصوص واضحة وصريحة للوقوف أمام هذا النوع من التصرفات، والذي للأسف يروح ضحيته بعض المواطنين عن جهل بحيث أن يستقبلون بعض المهاجرين أو يساعدونهم في العبور أو يساعدونهم في الخروج وبالتالي عن حسن نية أو بعلاقة قرابة، لأن نحن دولة لها امتداد في الدول المجاورة كلها يتضررون من ذلك عن حسن نية، يأتي واحد مثلا يأتي أحد من قريبه من إحدى الدول المجاورة لا يريد الاستقرار في موريتانيا، يريد العبور يستقبله ويمنزله ويضيفه وبعض الأحيان يصرف عليه وبعض الأحيان يساعده في الخروج دون أن يشعر أنه يرتكب مخالفة في هذا القانون لهذا القانون، وبالتالي على الحكومة أن تصحب هذا القانون بحملة تحسيسية واضحة لشرح مضامين وشرح مخلفات التي تترتب على مخالفاته توعية. ووضع الناس في الصورة الحقيقية الكاملة وتوضيح لها القيمة الحقيقية لهذا القانون وماذا يواجه ولماذا جاء في هذا الوقت، هذا دور القائمين الحكومة أن تشرح للمواطن وتعمل حملة تحسيسية إعلامية من خلال جميع وسائل التواصل لإيضاح للمواطن العادي أن هذه ظاهرة أصبحت ظاهرة خطيرة خلق الوعي يعني. نعم. إذن ما دلالة الأرقام التي ذكرها الوزير وإلى أي مدى تدعو إلى تقوية وتطوير المعابر الحدودية؟ بخصوص المقيمين حسب ما سمعت في المقدمة قلت أنه حدود 130,000 وتم إبعاد 10,000، فعلا هذا الرقم فاجئني لأني كنت أتوقع أكثر من هذا الرقم من المقيمين. لماذا؟ لأني حسب الإعلام وحسب القائمين على هذا النوع موريتانيا أصبحت وجهة وأصبحت بلد إقامة وأصبحت، فلماذا تكون 110,000 فقط؟ هذا الرقم بسيط جدا خصوصا في منطقة في بلد من هذه المنطقة التي بعض الدول فيها انفلات أمنية وفيها أمور خطيرة، بالتالي أنا أستغرب أن يكون هذا الرقم هو الرقم الحقيقي لعدد المقيمين، وإن كان هو صنفهم المقيمين الشرعيين، بالتالي كان هناك يجب أن تكون هناك بالمقابل إحصائية أو تخمين لعدد الموجودين على أرض الوطن من الأجانب غير الشرعيين. إذن بخصوص المعابر الحدودية إلى أي مدى يدعو إلى تقوية وتطوير المعابر الحدودية؟ طبعا عندما تكون هنالك إرشادات واضحة وإشارات مرور واضحة أن المعبر الفلاني والمعبر الفلاني والمعبر الفلاني من مر منهما لا يعتبر في مرمى هذا القانون الجديد كهجرة سرية سواء عبر إلى الخارج أو عبر إلى الداخل، فهذا يعني أيضا جزء من عملية التحسيس التي يجب أن تكون مصاحبة لهذا النص لكي يعلم الجميع جميع المعابر ويدخل منها ويخرج منها في خشية أن يسلط عليه هذا النص الذي في بعض العقوبات الرادعة التي في بعض الأحيان قد لا تكون بالنسبة للمهاجر السري متناسبة مع طموحه الذي كان يطمح له. إذن ما هي تداعيات الهجرة غير الشرعية على بلادنا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وكيف تضغط أيضا على الموارد المحلية؟ مبدئيا الهجرة لها إيجابيات وسلبيات، ها معروف لدى العالم الدول المستقبلة للمهاجرين عادة تستقبل الأدمغة
تستقبل العمالة الجيدة الرخيصة تستفيد أيضا. وبالتالي تستفيد من وجود المهاجرين، وعندئذ تدور عجلة النمو الاقتصادي وتستفيد الدول، وخاصة الدول الأوروبية لها معه تجربة إيجابية، خصوصا المملكة الإسبانية التي لاحظنا قبل قليل أنها بغض النظر عن شرعية هذا المهاجر. لا، المهاجر في النهاية يكون شرعيا، الأوروبيون عادة يدخلهم المهاجر غير شرعي يصبح شرعي، بعدين يصبح شرعي، وبعض الأحيان يحمل الأوراق البلد اللي فيه وبالتالي جنسية، يصبح أمريكا نفس الشيء تستقبل هجرة الأدمغة. موريتانيا وهي الحالة التي نحن بها الآن لديها مشكلة، لأن أغلب المهاجرين القادمين إليها من المهاجرين الذين لا يحملون أدمغة، بمعنى ليسوا من ذوي الكفاءات، غير منتجين، غير منتجين بمعنى الإنتاج الحقيقي. بعض الأحيان تكون عمالة رخيصة، لكن المنشآت بالمقابل عادية في موريتانيا وليست كثيرة بحيث تحتاج هذا الكم من العمالة الرخيصة. أعتقد أن موريتانيا ليست في الظروف الحالية ليست مكانا دائما للإقامة أي مهاجر، قد يتصور أنها ستكون له إقامة إيجابية، لكن عندما يصل إليها ويتقابل مع الواقع فموريتانيا ليست هدفا للمهاجر الأجنبي لكي يجعلها بلد إقامة دائم، لكن قد يعتبرها إقامة مؤقتة. قد تطول سنة أو سنتين أو ثلاثة، لكن في النهاية هو عينه على الطرف الآخر لكي يصل إليه. وبالتالي لا أرى أن المهاجرين القادمين إلى موريتانيا لديهم إيجابية، ستكون لديهم إيجابية بالمفهوم الاقتصادي الكبير الذي سيؤثر على الناتج العام، وإنما ستكون لهم في بعض الأحيان مشاكل، خصوصا أن الجاليات أغلبية الجاليات الوافدة هي من جاليات جنوب الصحراء، وهذه الجاليات أغلبيتها لديها في بعض أماكنها مشاكل أمنية، قد أمنية وفي بعض الأحيان فكرية وإيديولوجية، وبالتالي قد تكون هذه الجاليات استوردت معها هذه الأفكار هي فيما بينها، ستكون لديها مشاكل بينية على ليست على المواطن العادي الموريتاني، ولا على المدى البعيد مشاكل بينية، لأن أغلبيتهم يسكنون في مناطق محددة، أغلبيتهم تكون لديهم المشاكل البينية، وهذا يشهد عليه قطاع العدالة يوميا من المشاكل البينية بين الجالية الفلانية والجالية الفلانية فيما بينها. بينما جاليات كل موريتانيين عادة ليست لديهم مشاكل أمنية كبيرة، باستثناء هذه المشكلة التي ليست ترى بالعين المجردة، وهي قضية المخدرات ومخلفاتها، هذه للأسف شبكة أكثر، لكنها لا ليست ظاهرة، وإنما تأتي نتائجها فيما بعد، وغالب الأحيان تكون جميع مشاكل المخدرات التي تظهر في البلد دائما تكون فيها أجنبي أو أجانب أو شيء من هذا القبيل. جيد. الوزير أكد أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية. برأيكم إلى أي مدى يلبي هذا القانون هذه الحاجة؟ هذا القانون مبدئيا أهم ما فيه هو رفع للقيمة الإجرامية إن صح التعبير للهجرة لهذا النوع اللي وضعه في مجال محاربة الاستعباد ومحاربة التجارة بالبشر، وهذا يعطي صورة للمتلقي أن كل من سيرتكب جريمة من هذا النوع أنها لم تعد بالإمكان الذي كانت عليه من قبل كجريمة من أي جرائم، وبالتالي هذا نص رادع مبدئيا لا في شكله بتسميته بهذا الاسم، هذا نص رادع يجب على الجميع أن يخشى وأن يحذر من الوقوع تحت طائلة تنفيذه، وبالتالي النص فعلا نص من حيث المبدأ نص جيد واضح، شكل محاكم نيابة عامة خاصة مختصة، محكمة مختصة، وفي هذا المجال واضح أنه يراعي المشاكل المطروحة الآن ويحاول التصدي لما يمكن أن يتم التصدي له منها. الوزير أيضا قال إن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية. ماذا لو عاملتنا الدول التي تستضيف مهاجرين منها بالمثل؟ ألن ينعكس ذلك سلبا على موريتانيا وعلى مواطنيها بالخارج؟ سؤال واضح جدا، وخصوصا أن موريتانيا بلد مصدر للمهاجرين خاصة في أمريكا والسنوات الأخيرة، لكن المهاجرين من نوع خاص، المهاجرين الموريتانيين عادة مهاجرون منتجون، ها معروف، والجاليات الموريتانية حول العالم ليست فيها إجرام وليست فيها جريمة منظمة ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما هي جاليات منتجة مسالمة في جميع الدول. السؤال المطروح مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ عالمي متفق عليه، لكن في المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء هنالك بعض الدول التي نستورد منها المهاجرين ولم تطأ أرضها أي رجل موريتانية، من قبيل بعض الدول في جنوب الصحراء، لكن هنالك دول مثل الكوت ديفوار والسنغال ومالي والكونغو وغينيا
هؤلاء كلهم لديها جاليات موريتانية مهمة، ويجب على الحكومة أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. يجب على الحكومة أن تعرف أن هؤلاء الدول مليئة بالمهاجرين الموريتانيين المنتجين الذين لهم عائد واضح على البلد، وبالتالي أن تعامل مواطني هذه الدول معاملة تتناسب مع وجود الجاليات هنا. هنالك بعض الدول فيها جاليات موريتانية لكنها لم يأتي منها أي أحد من هذا القبيل، خصوصا وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا مثل الغابون، الكونغو، الكاميرون، أنغولا، وسط إفريقيا. هذه الدول ليست لها مواطنين هنا في هذه المنطقة، وبالتالي ليست لها. لكن دول غرب إفريقيا هي الدول الأساسية التي يجب أن تظل دائما حاضرة في ذهن القائمين على الشأن الموريتاني أن هنالك جاليات موريتانية مهمة، وهذه الجاليات لها مردودية واضحة على الاقتصاد الوطني، العملة الصعبة لها معروفة جدا وآثارها واضحة على العموم البلاد، خصوصا في مجال الإنشاءات ومجال السكن ومجال الدخل الشهري. هؤلاء يجب أن تراعي الحكومة وضعيتهم وتعامل مواطني تلك الدول بالمعاملة بالمثل. لكن مبدئيا جميع البشر، جميع الإنسان بغض النظر عن جنسيته والدولة القادمة منها، يجب أن تعامل في ظل معايير حقوق الإنسان المعروفة المتعارف عليها، والتي من ضمنها المحافظة على كرامته، صحته، سلامته وأمنه إلى أن يتجاوز المنطقة إن عودة أو ذهابا. وبالتالي هذا مبدأ آخر على الجميع أن يعامل به وأن تراعى إنسانيتهم وتراعى خصوصياتهم في هذا المجال. المشكل في حال أصبحت البلد هي بلد الإقامة الحقيقي لبعض المهاجرين الذين نختلف معهم في الثقافة وفي الدين وفي العرق وفي اللغة، بالتالي عندئذ ستصبح المشكلة. لكن لا أرى أن الأفق القائم حالا سيحفز هؤلاء على الإقامة الدائمة في موريتانيا، خصوصا أن الإقامة الدائمة مشكلتها أنها في الوقت الحالي عادية، لكن بعد عقدين من الزمن تقريبا سيكون أبناء المهاجرين مواطنين بحكم جنسية الميلاد. عندما يصبح مواطنون بحكم جنسية الميلاد موجودين من الدول الأخرى يختلفون معك في الثقافة وفي الدين وفي اللغة، عندها سيتغير التوازن الديمغرافي والفكري والعقدي والثقافي وندخل مشكلة. لكن لا أرى أنها في هذه المرحلة هناك ما يشجع هذا الكم من البشر أن يستقر في موريتانيا طيلة هذه الفترة وبهذا الكم، بحيث يصبح بديل أو منافس للمواطن الحالي. برأيك ما استفادت موريتانيا من الهجرة غير الشرعية خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني خروج موريتانيا، قلت بأن أعداد كبيرة أيضا، أن جميع المهاجرين الموريتانيين إيجابيين، ها معروف لدى الدول المستقبلة كلها، لم تسجل جريمة في الخارج باسم أحد الجاليات الموريتانية نهائيا. لماذا؟ لأن هؤلاء أغلبيتهم يذهبون لهدف معين، وسبحان الله حتى الدول المشجعة على الاندماج وتمنح الجنسيات هؤلاء لم يستطيعوا الاندماج فيها، وإنما تم دائما عيونهم باتجاه موريتانيا، ما لديهم من ممتلكات، ما لديهم من أطفال، ما لديهم من كل شيء يرجعون به في النهاية لموريتانيا. وبالتالي أكيد أكيد هؤلاء المهاجرون الذين غادروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة وإلى أوروبا، هؤلاء سيكونوا قيمة مضافة للمواطن الموريتاني في السنوات القادمة، خصوصا إذا حصل جميع هؤلاء على الأوراق في تلك الدول وأصبحوا يقيمون إقامة شرعية وينتجون إنتاجا شرعيا وتكون عائداتهم هنا. وعندئذ نتوقع بعد 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة أن تكون النتائج واضحة على جميع الأسر التي هاجر أبناؤها إلى الغرب. لا خصوصا يشكل هذا الرقم إلى أعداد الكبيرة، لا تشكل مخاوف بالنسبة لكم؟ إلى حد سعلى، لأن قلت أن 40 إلى 50 ألف إحصائيات. نحن الآن لدينا الجيل الرابع من المهاجرين في المشرق وما زالوا مرتبطين بموريتانيا، الجيل الرابع، لأن الناس بدأت الهجرة مع بداية القرن الماضي، كلها لديه جميع مقومات الحياة هنالك من شهادات ومن تعليم ومن مكانة اجتماعية وسياسية ومالية، ومع ذلك مرتبطون بهذه الصحراء وهؤلاء هذا البدو. وبالتالي جميع الموريتانيين مصيرهم ومآلهم هنا. لكن يعني موريتانيا تفقدهم في مرحلة الشباب. لدينا البديل، لدينا البديل. الإحصاء يوم أمس فيه أكثر من 53% من السكان، لكن الأعداد في تزايد. يعني بحجم كم هاجر السنة تقريبا السنوات الماضية؟ 500,000، مليون؟ لا. اليوم يهاجر، غدا يهاجر، الأشهر طبعا القادمة. طبعا، لكن لا، المهاجر الشباب في أعداد لا تتناقص. لا لا يعني لا لا، شوف، هو المهاجرين الموريتانيين يعودون سنويا إلى البلد، ويعودون بإمكانياتهم، ويعودون باستثماراتهم وبأفكارهم الجديدة وبعلاقاتهم الخارجية، وبالتالي هذه ليست هجرة نهائية، هذه هجرة من أجل الحصول على المهاجر غير الشرعي يعود إلى موريتانيا سنويا. قلت أن أوروبا وأمريكا في أغلب الأحيان المهاجر يبدأ غير شرعي وبعدين يصبح مواطن. يعني ما زالت لديهم حاليا مشاكل الأوراق وما إلى ذلك؟ مؤقتة، صاحب سنة، صاحب سنتين، لكن صاحب 5 سنوات ليست لديه الآن مشكلة.
أغلبية الناس التي لديها 5 سنوات في أوروبا وفي أمريكا حصلت على الأوراق القانونية، وأصبح البعض منها لديه الجنسية تلك الدول. هي ظاهرة صحية طبعا، ليست مشكلة. المشكلة هي عندما يهاجر الجميع، خصوصا تهاجر الأسر. عندما تهاجر الأسر بمعنى أنها أصبحت تدير ظهرها للبلد، لكن على الحكومة أن تنشئ بدائل للهجرة في إطار استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. هل تم العمل على ذلك؟ إذا كانت ترى أن الهجرة غير خطيرة على البلد، وأنا لا أرى هذا. أنا أرى أن الهجرة الموريتاني إيجابية تلقائيا على بلده، بحكم ما نراه الآن من نتائج للمهاجرين على أرض الوطن، خصوصا أن هؤلاء المهاجرين أغلبيتهم يخرجون من هنا بأهداف. هل تم البدء على العمل على هذه الاستراتيجيات التي ذكرت؟ قلت أن على الحكومة أن تعمل عليها، وأكيد لازم تكون هنالك تعمل عليها، وخصوصا في إطار الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة لتمكين الشباب، وأصبحت بروتوكوليا هي الأولى توفير البديل. عليها أن تفكر وتبحث عن البدائل التي ستنفذها على المدى القصير والمتوسط والطويل، من أجل إذا كانت الدولة لديها استراتيجية محاربة هجرة المواطن. بعض الدول تشجع الهجرة، وبعض الدول بسبب ظروفها، حسب ظروفها الداخلية. مثلا السوق المحلية، هل قادرة على استيعاب جميع الشباب، بحيث أن كل ما غادر شاب سنخسر مكانه؟ هذا سؤال مطروح على الحكومة. إذا كانت الدولة لديها من الطاقات الشبابية ومن العمال، خصوصا أن أغلبية المهاجرين الذين يغادرون أغلبيتهم عمال يدويين، ليسوا مثلا بمفهوم الأدمغة الحقيقية، بحيث على أن يصبح هنالك إجراء الدكاترة وفي المهندسين، هذه عادة، ما زالت نسبة قليلة. لكن العمالة، على الدولة أن توفر للعامل ما يمكنه من ترك الهجرة، خصوصا إذا كان يحلم بمبالغ، إذا وجد هنا 40 أو 50% منها ستكفيه فلن يفكر في الهجرة. لكن لا أرى أن الحكومة أو الدولة بصفة عامة لديها تفكير في الحد من الهجرة، لأن ما لم نعد نعاني من كثرة السكان، وبالتالي بالإمكان أن يهاجر من يهاجر ويعود من يعود، لكن علينا أن نستثمر في من بقي معنا. على الدولة أن تستثمر في من ما زال موجود هنا لتشجيع الآخر إذا كانت تريده أن يعود ويترك الهجرة. زين، ألا يوفر المهاجرون بغض النظر عن شرعيتهم محركا اقتصاديا للبلد المضيف؟ ما هو البلد؟ إذا كان أوروبا كما قلنا طبعا اليد العاملة الرخيصة، كان موريتانيا لا. موريتانيا لا، لأن المنشآت غير موجودة أصلا. هناك فائض، يعني هناك فائض من العمالة عندنا في كل المجالات، لأن السوق ما زالت سوق صغيرة. السوق الصغيرة تتأثر بكثرة العمالة نظرا لكونها لا يمكن أن تستوعب جميعها، وبالتالي المهاجرون عندما يعودون بكمية أكثر من اللازم فليس لديهم مبيت، كما يقول البيضان، مبيت ليلهم، فيهم اللي ما عندهم شيء لا يقعدوا يشتغلوا فيه ولا عندهم شيء لا يسكنوا فيه، وبالتالي هم وجدتهم أنهم متخطين. إذا كيف سيؤثر هذا القانون على البلاد، خصوصا أن توجد بعض المهن والحرف لا يمتهنها إلا هؤلاء الأجانب؟ هذا القانون مهم كونه أساسا سينظم الهجرة، بحيث أن جميع ما يوجد على التراب الوطني من مواطنين وأجانب سيكون معلومة المكان بالاسم والصفتي. هذا هو الأساس في هذا القانون. وإلا نحن قلنا الآن 110,000 مقيم، هذه 110,000 مقيم إذا طبق هذا القانون بحيث لا يدخل أي شخص إلا مع المعابر، أكيد سنعرف هل هذه 110,000 دقيقة أم هنالك رقم آخر مغاير لها بحكم الهجرة السرية. بالتالي القانون أكيد سيساهم في الحد من هذه الظاهرة، وسيمكن القائمين على الشأن العام من تصور الواقع الحقيقي لهؤلاء المهاجرين. الوزير قال إن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها، وستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. إذا ربطنا ما قاله الوزير باتفاقية موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجعل موريتانيا معبرا للمهاجرين غير الشرعيين المتوجهين إلى أوروبا، هل تضمن هذه الاتفاقية أمن واستقرار موريتانيا برأيكم، خصوصا أنها أثارت جدلا واسعا بسبب احتمال توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا؟ ما قاله الوزير هو الدور الطبيعي لأي حكومة، لن تكون حارسا لأي جهة أخرى، وإنما تحرس مصالحها الوطنية، هذا هو الطبيعي. أوروبا بصفتها هي الوجهة الحقيقية لكل هؤلاء المهاجرين، لديها سياسة للحد من قدوم، هي لا تمنع وصولهم جميعا لأنها محتاجة إليهم، لكنها ستنظم
ما يتناسب مع حاجتها. في هذه القضية موريتانيا لم تكن حارسا لسبب بسيط، لأن المهاجر نفسه لا يريد أن يقيم في موريتانيا. عندما لا يجد فرصة للمغادرة إلى أوروبا سيعود من حيث أتى، لأن هنا بيئة طاردة لا تناسبه. لكن أيضا بلاده فيها حرب وفيها مشاكل، يعني لو استقر به الحال هنا سيفضل موريتانيا على طبيعة الحال. سيكون هنالك فرق بين المهاجرين واللاجئين. اللاجئين لا يمتزجون مع المواطن نهائيا، يكونون في مخيمات ولهم خصوصيتهم وترعاهم الهيئات الدولية والأمم المتحدة، وبالتالي لا علاقة للبلد بهم إلا في إطار الحيز الجغرافي المتواجدين فيه فقط. وهذا ما موجود حالا في قضية مالي، هنالك مخيمات للاجئين موجودين، واللاجئون قضيتهم ظاهرة أخطر من ظاهرة المهاجرين، وليس والنظم التي تحكمهم ليست واحدة، وبالتالي لا خطر في وجود اللاجئين إذا كانت موريتانيا معتمدة فيها على الاتحاد الأوروبي وعلى الأمم المتحدة، لأن هذا هو دور هذه المؤسسات وهذه المنظمات، أن تحمي اللاجئين من الأماكن التي موجودين فيها، لكن ليس على حساب الدول المستقبلة. المهاجرين يأتون فرادى ويندمجون في المجتمع ويسكنون مع المجتمع، وهؤلاء هم المعنيون بقضية الهجرة غير الشرعية. زين. الوزير قال إن هذا التعديل يأتي لإدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد وحظر دخول التراب الوطني، مضيفا أنه سيشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون المخالفات المرتبطة بنظام الهجرة المحددة في القانون، وبالأخص أولئك الذين يدخلون التراب الوطني دون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض. ما طبيعة هذه المخالفات وعادة ما هي الإجراءات التي تتخذ في حق هؤلاء؟ قضية الإبعاد مبدأ عالمي، حتى في الغرب الديمقراطي الحر مليء يوميا بالمحاكم والأحكام القضائية التي تصدر بإبعاد مواطن معين لدولة معينة أو لدولة ثالثة. هذا إجراء لا مشكلة فيه، ولا يشكل ولا يؤرق البلد، لأنه إجراءات يومية لا يمكن أن تتكدس فيه الناس. المشكل هو إذا كان هنالك البديل وهو الإبعاد. المشكل هو التعاطي مع المهاجر من أجل البقاء. وقلت أن المهاجر نفسه في هذه الظروف الحالية لا يريد البقاء، حتى إذا استقالت موريتانيا تفضل ونحن نفتح لك الأذرع، لا يريد أن يبقى هنا لأنه ليس هدفه. الوقت بدأ يداهمنا سيد المحامي، برأيكم ما فرص نجاح هذا الجهاز في حال استحداثه باختصار، يعني في دقيقة؟ المحاكمة الجهاز الجديد، المحاكم المختصة معروفة في جميع فرص دول نجاحه العالم. يعني باختصار أساسا كما يقولون يستمد نجاحه من قيمة العرض والطلب بالمفهوم الاقتصادي، بمعنى هل توجد مشاكل لتتعهد فيها هذه المحاكم أم لا؟ إذا كانت هنالك مشاكل تتعهد فيها المحكمة، نتائج تصرفات هذه المحكمة هي التي ستحدد نجاعتها من عدمها. أما إذا لم تكن هنالك مشاكل فسيكون سيظل هذا الجهاز جهاز عبء لا قيمة له، لا يعمل لأنه مشكلة في التنفيذ، يعني لا هو يستمد قوته من طبيعة التعهدات التي يتعهد فيها. إذا كانت السوق بمفهوم الاقتصادي يوميا فيها مشاكل من هذا القبيل، المحكمة ستجلس أسبوعيا يوميا شهريا حسب الطلب. إذا لم تكن هنالك أي مخالفات من هذا النوع أو مشاكل من هذا القبيل، المحكمة لا تتعهد من تلقاء نفسها، وإنما تتعهد من طرف المدني أو النيابة العامة أو إحدى المحاكم الأعلى درجة حسب النص الجديد. الخبير القانوني جعفر والبيكت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة من برنامج المشهد، وإلى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق المشرف على هذه الحلقة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.